السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، طبقا لآخر تعديل حصل على المنهج. احنا طبعا شرحناه من كتاب الوزارة، ودلوقتي بنشرحه من كتاب المعاصر. اللي عايز يعرف الشرح من كتاب المعاصر، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا، احنا النهاردة هنبتدي نشرح شابتر 2 او الفصل الثاني، making a healthy body، او ان احنا ازاي نعمل جسد صحي، جسم صحي. وطبعا عندنا في اول الشابتر هنا في كلمات هامة جدا هنحفظها زي اسمنا، دي homework علينا، هنقول معناها دلوقتي. أول حاجة يعني إيه habit؟ habit يعني عادة. skin، skin يعني جلد. heart، heart يعني قلب. pulse، pulse يعني نبض. nutrients، nutrients يعني عناصر غذائية. revision، revision يعني مراجعة أو يراجع. energy، energy يعني طاقة. bones، bones يعني عظام. artery، artery يعني شرايين أو شريان، يعني شريان. contract، contract يعني عقد. sunscreen، sunscreen واقي من الشمس. publishing، publishing يعني النشر، إزاي تنشر حاجة. diagram، diagram يعني بياني. muscles، muscles يعني عضلات. vein، vein يعني وريد. expand، expand يعني يتوسع. grafting يعني مسودة، يعني يعمل مسودة، يعمل مسودة. organ، organ يعني عضو. stomach، stomach يعني معدة. heart rate، heart rate يعني معدل ضربات القلب. digestion، digestion يعني هضم، الهضم، عملية الهضم. و planning، planning يعني تخطيط. دلوقتي الكلمات دي احنا عرفناها وهي حفظ علينا كلنا. نروح ل lesson 1 في chapter 2. طبعا عندنا lesson 1 زي ما احنا شايفين قدامنا اسمها عادل and Sarah choices، اختيارات عادل وسارة. هنقرا مع بعض. activity، read the following paragraphs then answer the questions. اقرا بقى الباراجرافات، اقرا الباراجرافس التالية وبعدين اجب على الاسئلة. فسارة هنا بتقول I like eating fruits and vegetables. I like drinking fresh orange juice. I always drink enough amount of water. I like running after school, which makes my body feel good. شوفوا سارة هي اختارت خيارات صحية جميلة، كل حاجة بتعملها في حياتها هي حاجة صحية جميلة، فعشان كده هي صحتها كويسة وجميلة. تعالوا نشوف عادل بيعمل ايه. عادل I like eating a lot of candies and cookies. I like drinking soda. I always drink a little amount of water. I like watching TV after school for a long time. بص، هو كل حاجة في حياته غير صحية خالص، حتى تلاقي شكله ووشه وحياته عاملة ازاي، مش قادر يتحرك من مكانه. طبعا هنا في تحت كده هوم ورك علينا، دي اكتيفيتي على الباراجرافز اللي احنا اخدناها هنجاوب عليها. هنا بيقول لنا healthy and healthy or unhealthy. healthy يعني صحي، or unhealthy أو غير صحي. طبعا مدينا هنا بعض العادات المفروض ان احنا نكتب قدامها healthy ولا unhealthy. تعالوا نقرا مع بعض. activity، write healthy beside the good situations. situations يعني مواقف، مواقف الجيدة. and unhealthy beside the bad situations، المواقف السيئة. eating vegetables and fruits،
ده هيلثي، healthy. هو حلها لك. Not eating breakfast every morning. Unhealthy. ده unhealthy صح. Playing video games for many hours. Unhealthy. Unhealthy صح. Washing your hands after going to the bathroom. صح. Healthy. ده healthy لأن أنت بتغسل إيدك بعد ما تروح الحمام. Sharing your feelings when you are sad or upset. Upset يعني حزين وساد يعني حزين برضه. فإن أنت تشارك مشاعرك لما تكون حزين ده healthy لأن اللي حواليك هيساعدوك، ماما وبابا هيساعدوك. Watching TV for a long time unhealthy. Unhealthy طبعا. Watching TV for a long time ده unhealthy. Homework طبعا. وهنا homework، تعالوا نروح لليسن 2 مع بعض. healthy habits أو عادات صحية. healthy habits أو عادات صحية بيقول لنا هنا read the following paragraph then answer the questions. اقرأ الparagraph التالي وبعدين أجب على الأسئلة التالية. benefits of healthy habits on our bodies. الفوائد بتاعة العادات الصحية على جسمنا. ده التايتل of the article. title of the article يعني عنوان المقال. article يعني مقال. فده عنوان المقال. عنوان المقال الفوائد benefits يعني فوائد of healthy habits العادات الصحية on our bodies على أجسامنا أجسادنا. هنا بيقول لك stay positive and calm. خليك إيجابي وخليك هادئ. ده subheading. subheading يعني بعد العنوان على طول المقدمة. these words الكلمات دي tell us بتخبرنا what you are going to read about. انت هتقرأ عن ايه. ده اسمه subheading او المقدمة. الميدل باراجراف او الباراجراف المقال القطعة المكتوبة في النص tell us details about subheading. بتدينا بقى البيانات عن subheading المقدمة دي. وفي الآخر خالص الكابشن أو الصورة الموجودة مع الباراجراف it gives us information about what you can see in the picture. أو وصف الصورة الكابشن أو وصف الصورة it gives us information about what you can see in the picture. بتديك معلومات على اللي انت شايفه في الصورة. فهنا بيقول لنا في الباراجراف ده getting busy with television ان انت تكون مشغول بالتلفزيون and video games وألعاب الفيديو can negatively بشكل سلبي بشكل سلبي affect يؤثر على the brain العقل المخ memory وعلى الذاكرة and vision وعلى الرؤية كمان. they can cause stress. ممكن يحسسوك بان انت مضغوط الضغط النفسي. ده بسبب ان انت تقعد قدام التلفزيون والفيديو جيمز بشكل كبير. anger والغضب. and worry والقلق. also make you tired. وكمان بيخليك تحس بالتعب. when something goes wrong لما يحصل اي حاجة غلط. it is important to have positive attitude. positive attitude يعني سلوك ايجابي. It is good to take time to enjoy quiet activities. الجيد ان انت تستمتع ببعض الانشطة الهادئة that calm you اللي بتهديك like reading زي القراءة listening to music ان انت تسمع موسيقى and drawing وان انت ترسم staying positive ان انت تظل ايجابي and calm وهادئ improves your mood بيحسن مزاجك حالتك المزاجية
حالتك المزاجية، مود يعني حالة مزاجية. And can also help your body fight some illnesses. وكمان fight هنا يحارب، بيساعد جسمك إن هو يحارب بعض الأمراض، بعض الأمراض. ده كله بيحصل لما بتبقى إيجابي وهادئ. في هنا طبعا هنا في activity رقم 2، فبيقول لك هنا read the following paragraph then put suitable subheading مقدمة مناسبة for it and suitable caption وتعليق أو يعني وصف للصورة below the picture خاصة أسفل الصورة. فهنا طبعا الـ subheading هنكتب هنا إيه؟ هنا بيقول لنا benefits of healthy habits on our bodies يعني فوائد العادات الصحية على أجسادنا. subheading هنكتب هنا إيه؟ المفروض نكتب فيه الحاجة اللي إحنا هنتكلم عنها، نقول لهم أنتوا هتقروا عن إيه؟ فهنا مثلا بيقول لنا being active being active being active ان انت تكون نشيط، تكون نشيط is one of the best things we can do to keep our bodies strong and healthy so it is recommended recommended يعني موصى بها that we do at least 60 minutes of physical physical يعني activity physical activity يعني نشاط بدني every day 60 دقيقة نشاط تمرين تدريب بدني كل يوم every day physical activity physical activity keeps your heart strong and more efficient 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 يعني فعال شغال بشكل فعال in general in general يعني على العموم in general staying active staying active ان انت تظل نشيط can improve your mood and help you concentrate concentrate يعني تركز يركز تركز ايه بقى in your school ان انت تركز في مدرستك. عايزينكم بقى تحطوا لنا هنا sub heading وتحطوا لنا هنا caption تحت الصوره دي. ده هوم ورك عليكم. في habit tracker او متتبع العادات healthy habit tracker او متتبع العادات الصحيه متتبع العادات الصحيه. فهنا بيوري لك عامل لك جدول كده وكاتب لك ايام الاسبوع Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday وطبعا الـ healthy habits أو العادات الصحية. فهنا بيقول لك activity use this chart to check off the things you do each day to keep your body healthy. هنعمل علامة صح قدام العادة الصحية اللي احنا بنعملها كل يوم. فهنا مثلا بيقول لنا هنا get breakfast ان انت بتفطر. هنعمل صح لو في كل الأيام هنعمل صح do exercise daily drink enough water wash hands eat vegetables and fruits get enough sleep طبعا هنعمل صح في اليوم اللي احنا بنعمل فيه العاده الصحيه دي. ده هوم ورك طبعا. نروح للسن 3 او الدرس الثالث وعندنا هنا map of the human body او خريطه جسم الانسان. فهنا بيقول لنا These diagrams الأشكال البيانية دي والرسومات دي have labels ليها في أسماء مكتوبة فيها أسماء مكتوبة فيها بشكل صحيح for important parts الأجزاء الهامة of our body الخاصة بجسمنا some parts we can see بعض الأجزاء احنا ممكن نشوفها every day كل يوم and some parts وبعض الأجزاء we can some parts are inside and we never get to see them هي جوه عمرنا ما هنشوفها put each label ضع كل عنوان كل اسم in the suitable place في المكان المناسب on the diagrams على الرسومات اللي موجودة قدامك. فعندنا أول حاجة هنا heart stomach veins
skin, bones, muscles. Heart, هنحط فين يا أصحابي؟ نحطه فين؟ شاطرين هنا، هو هذا الهارت اهو. طيب stomach هنا، هنا صح. طيب veins هنا، هنا صح. طيب طيب skin skin اهي اهو، الراجل بيشاور لك اهو. طب bones هنا، بونز هنا. طب muscles هنا، شاطرين. موضوع سهل جدا وجميل جدا، فده هوم ورك. Our skin protects us، جلدنا بيحمينا. تعالوا نقرا مع بعض. Read the paragraphs then answer the questions. Our body organs. Organs are certain parts، يعني أجزاء محددة. Of our bodies، في أجسامنا. That have a specific functions. Specific يعني محدد، وfunctions وظيفة، يعني وظائف محددة. Our bodies have many organs such as brain, heart, stomach, معدة and skin. Some facts about skin. Our skin stands between us and the outside world. Our skin weighs about 4 kilograms. The skin is the largest organ in our body. طبعا هنا يعني بيقول لك ان السكن ده بيبقى بيحميك بينك وبين العالم الخارجي، وهو وزنه حوالي 4 كيلو جرام، وهو اكبر عضو في جسمنا. Structure of skin. هيكل الجلد او تكوين الجلد. Structure يعني هيكل او تكوين. Our skin is made up of layers. Multiple يعني عديد. Layers يعني طبقات عديدة. You can see the top layer of the skin. انت ممكن تشوف الطبقة الخارجية من السكن. While the other layer are under the surface. Surface السطح. ال other layers أو الطبقات التانية تحت السطح مش هتشوفها. The top layer is about half as thick as a sheet of paper. يعني هي الطبقة العليا دي السمك بتاعها نص سمك ورقة، ورقة. Half of thick يعني نصف سمك. Sheet of paper ورقة. شوفوا قد ايه هو رقيق. We make new skin all the time. Constantly بشكل ثابت، بشكل مستمر، باستمرار. Making new layers keeps our skin healthy and perfect. Perfect يعني مثالي. Importance of skin يعني أهمية الجلد. It protects us from harmful germs. يعني الجراثيم الضارة. Harmful germs. It protect us from harmful sun rays. أشعة الشمس. أشعة الشمس هي sun rays. أشعة الشمس و harmful يعني إيه ضار. It keeps floods inside our bodies. Fluids. Inside our bodies as water and blood. سوائل. Fluids يعني إيه سوائل. It keeps our body temperature constant. Constant ثابت. بتخلي درجة حرارة جسمنا ثابتة. ما بتخليهاش إيه تطلع وتنزل كل شوية. Skin protection أو حماية البرت يعني تضر.
our skin. So to protect our skin, we must cover up our skin using suitable clothes or umbrellas. Put sunscreen on your skin. On our skin. تمام؟ اللي تحت هنا homework وهو أسئلة سهلة. وده طبعاً activity ده homework. هنا بيعلمك إزاي إن أنت تعمل حاجة زي الستارة تغطي بيها الشباك بتاعك عشان تحمي نفسك من الـ sun rays أو من أشعة الشمس، عشان تحمي نفسك من الـ وتحمي الجلد بتاعك من الـ sun rays. فهنا ده homework، وهنا ده حفظ طبعا. I have learned that ده جزء مهم جدا. ونروح لـ lesson 4 مع بعض. بيقول لنا هنا bones and muscles work together، العظام والعضلات بيعملوا معا. فهنا نقرا مع بعض. Activity. Read the paragraphs then answer the questions. Our body is made up of many parts that work together to keep you alive. Alive يعني تخليك، عشان تخليك تحفظك ايه على قيد الحياة. Bones and muscles work together in two main ways. Main ways يعني طرق رئيسية. So bones and muscles work together to help us move. خلينا تساعدنا ان احنا نتحرك. Your bones make up your skeleton. Could not move without muscles. الskeleton أو الهيكل العظمي بتاعك مش هيتحرك لوحده، لازم بقى ليه muscles أو عضلات تحرك العظام دي وتخليك تقدر تتحرك. So most muscles are attached to bones. Muscles lift and turn bones to help you walk, eat, and breathe as follows. كالتالي يبقى العضلات بتتحرك فبتساعدك ان انت تتحرك العظام بتاعتك وتتحرك، تمشي، تاكل، تتنفس، كما يلي. When you walk, muscles move bones in your legs and feet. لما تتحرك العضلات بتحرك العظام اللي في رجليك وفي قدمك عشان تمشي. When you chew يعني تمضغ، muscles pull your jaw up and down and side to side. العضلات بتحرك الفك بتاعك فوق وتحت ويمين وشمال عشان تخليك تقدر تمضغ الطعام. When you sleep, muscles move your ribs to help you breathe. لما انت تكون نايم، الريبس او الضلوع بتاعتك العضلات بتحركها علشان تقدر تتنفس وانت نايم. Bones and muscles work together to protect our organs. العضلات والعظام بيشتغلوا مع بعض علشان يحموا الاعضاء الداخلية المهمة بتاعتنا. فبيقول لك هنا muscles and bones have another important job. ليهم مهمة تانية هامة برضو. In protecting soft organs، في حماية الأعضاء الداخلية، like your heart، كقلبك، lungs، والرئتين بتاعتك، and brain، والمخ بتاعك. فيقول لك مثلا هنا If your head is bumped, your skull bones work like a helmet to protect your brain inside. لو انت دماغك اتخبطت، الجمجمة بتاعتك بتحمي المخ كأنها خوذة علشان ما يحصلوش حاجة وحشة. If you get hit in your face with a football, the bones behind your eyebrows. Your eyebrow الحواجب. Eyebrows الحواجب بتاعتك اللي هي فوق العين. Will protect your eyes. بتحمي عينك. Muscles also protect your eyes by closing them. Immediately فورا. العضلات برضو بتقفل عينك فورا علشان ما يحصلهاش حاجة وحشة لو الكرة خبطت فيك. ومن طبعا من المهم ان احنا ما نعرضش نفسنا لمواقف زي دي
علشان برضو ممكن العضلات تحاول تحميك بس ما تعرفش تحميك لأن الخبطة ممكن تكون قوية، فأفضل حاجة إن أنت ما تعرضش نفسك لحاجة خطر زي كده. Your ribs form a protective cage. cage. cage form protective cage يعني قفص بيحمي around your chest. chest حول صدرك to protect your heart and lungs. الريبس أو أو الضلوع بتاعتك عاملة قفص كده بيحمي الهارت واللانجز الموجودين جوه صدرك، ده اسمه ده protective cage أو قفص يحمي، قفص حامي. طبعا هنا اللي تحت هنا homework وميكانيكال fingers أو الميكانيكال finger أو القفص أو الميكانيكال finger أو الإصبع الميكانيكي، طبعا ده activity. هنا بيعلمك ازاي تعمل اصبع ويتحرك كأنه bones مربوطة بmuscles، فده homework برضو عليكم تعملوه في البيت. اتمنى ان انتوا تصوروا الميكانيكال finger ده وتبعتهولي على الصفحة، عايز اشوف الصور بتاعتكم واشوف شكله عامل ازاي لما تكونوا تعملوه وانتوا في البيت لوحديكم. ده homework وكده homework برضو. وبالتالي نكون وصلنا لpage 54 أو صفحة 54 في الديسكفر. تمام، أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.